رجل يصلي ويشرب المسكر ويتسول، هل يجوز لي أن أعيش معه وآكل معه؟ يشرب المسكر وتعيش معه، ويشرب المسكر، مسكر كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا فاسق، ربما يؤثر عليك تقتدي به، أو أنك تجالسه وتؤالفه وهو عاصي، فلا يجوز لك أنك تبقى معه وهو يشرب المسكر. الله لعن بني إسرائيل بسبب هذا، كان أحدهم يلقى أخاه على المعصية فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وجليسه وشريبه، فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على ألسن الأنبياء. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. الواجب عليك مناصحته وأمره بالتوبة، فإن قبل وتاب تجالسه، أما إذا استمر على شرب المسكر إنك تبتعد عن مجالسته. نعم.